السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الكثير من الأحيان نسمع عن دول تقوم بحظر الولوج إلى بعض المواقع، فمؤخرا سمعنا أن تركيا قامت بحظر الولوج إلى تويتر. فكيف تقوم هذه الدول بحظر الولوج إلى المواقع؟ ما هي التقنيات التي توظفها في هذا الشأن؟ كل هذا نتابعه في حلقة من 170 من حلقات مدونة المحترف. معكم رغيب أمين، ابقوا معي. توجد العديد من التقنيات التي توظفها الحكومات من أجل حظر الولوج إلى المواقع، وهذه التقنيات تختلف من دولة إلى أخرى ومن موزع خدمة إلى أخرى، بل وتختلف كذلك في مدى تحكم الحكومات في مزودي الخدمة، لأنه في بعض الدول هناك شركات خاصة مستقلة تماما عن الحكومات. فمن التقنيات التي توظفها الشركات أو يعني الحكومة عفوا، فما يسمى بحظر TLD أو التحكم في TLD سيرفر. ماذا نقصد بTLD سيرفر؟ فعندما مثلا أقول .com .net .us .org، فكل هذه يعني هذه النطاقات يتحكم فيها TLD سيرفر. فإذا كنت في دولة يعني تتحكم في TLD سيرفر الخاص بنطاق معين، فهذه الدولة تستطيع أن تحظر هذا النطاق من الولوج. وعليه عندما تكتب مثلا www.facebook.com ف.com لن يمكنك الولوج، او عند مثلا عندما تكتب minara.ma فلن تستطيع الولوج. لماذا؟ لان هذا النطاق يعني تتحكم فيه تلك الدوله يعني المالكه لسيرفر TLD. اقربك اكثر من TLD اذا لم تفهم معي TLD. فمثلا عندما اقول www.facebook.com ف.com عبارة عن سيرفر يتحكم فقط في .com، هذا السيرفر يتحكم فقط في هذه النقطة .com، وعليه هذا السيرفر يمكن أن يتواجد في دولة هي من تتحكم في نطاق .com. وعندما يتم حظر .com أو .ma أو .org .gov أو شيء كهذا، فلا يمكنك الولوج إلى الموقع عندما تكتب اسم الموقع. لكن هذه الطريقة تبقى غير مجدية. لماذا؟ لأنه يمكن تجاوزها بسهولة. فعوض أن أكتب مثلا في المتصفح www.facebook.com يمكن أن أخذ عنوان IP فقط وأستطيع أن أدخل على الموقع. كيف يمكن الحصول على عنوان IP أو عنوان IP الموقع؟ ببساطة شديدة، فإذا ذهبت إلى CMD وكتبت الأمر ping www.facebook.com سيظهر عنوان IP الخاص بهذا الموقع. يمكنك أخذ فقط عنوان IP الخاص بهذا الموقع ووضعه في البراوزر من أجل أن تستطيع أن دخول إلى الموقع. وهكذا كما تلاحظ معي، فهذه التقنية نوعا ما هي غير مجدية في هذه الحالة. كذلك من الطرق التي تستخدمها الحكومات من أجل حظرك ومنعك من ولوج المواقع هي تلك الخاصة باستخدام بروكسي سيرفر. في هذه الخطوة ستقوم الحكومة بالاتصال بشبكة موزعة للإنترنت، ثم ستطلب منها بوضع قائمة سوداء بها مجموعة من المواقع التي ستمنعك من ولوجها. كيف ذلك؟ فطبعا جميع شبكات موزعة للإنترنت هي تستخدم ما يسمى ببروكسي سيرفر. هو عبارة عن سيرفر لديه مجموعة من الأدوار. يمكنك أن تتعرف أكثر على البروكسي ودوره وأنواعه من خلال الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة. طبعا البروكسي من الأدوار التي يقوم بها فلترة المحتوى، حيث يكفي أن نضع عنوان IP الخاص بالموقع ثم الموقع لكي نمنع أي مستخدم من ولوج ذلك الموقع. أي عند كتابة www.facebook.com سيمر عبر الشبكة المزودة لخدمة الإنترنت في بلدك. طبعا الشبكة المزودة لخدمة الإنترنت في بلدك تستخدم هذا البروكسي سيرفر الذي قلنا يقوم بفلترة المحتوى، ثم ستمنعك من الولوج لأنك مررت عبر خادمها أو عبر البروكسي سيرفر الخاص بها الذي منعك من ولوج الموقع. طريقة تجاوز هذه المشكلة أو طريقة تجاوز هذا الحظر كذلك يبقى بسيط جدا، لأننا هنا سنستخدم بروكسي سيرفر لدولة أخرى لا تمنع الولوج إلى فيسبوك. فعوض أن نستخدم بروكسي سيرفر الخاص بدولتك أو بموزع الخدمة في بلدك، سنستخدم بروكسي سيرفر لدولة أخرى. وعليه عوض أن أمر عبر بروكسي سيرفر الخاص بشركة التي تمنحني الإنترنت، سأمر ببروكسي سيرفر لشركة أخرى في دولة أخرى ولن أتعرض إلى الحظر.
تبقى كذلك من الطرق التي يمكن تجاوز بها هذا الحظر استخدام الفي بي ان، فنفس يعني الفكره، لانني امر عبر شبكه اخرى غير شبكه الاتصال التي استخدمها. طبعا هذه هي الطرق التي يمكن من خلالها تجاوز الحظر باستخدام البروكسي، لكن الدول كذلك او الحكومات يمكن ان تنتقل او يعني ترفع مستوى اللعبه الى اكبر من هذا، حيث يمكن ان تستخدم ما يسمى بالـ ACN block. فماذا نقصد بالـ ACN block؟ عندما تحب الحكومات اللعب معك فهنا سترفع مستوى اللعبه الى اكبر مما كنت تتصور، وهنا البروكسي لن ينفع معك، لان هنا الشبكات الموزعه للخدمه التي هي طبعا تحت امره الحكومات ستطلب منها استخدام ما يسمى بالـ ACN block او Autonomous System Number block. ماذا نقصد بالـ AS او Autonomous System؟ الـ Autonomous System هو عبارة عن نظام يتم استخدامه من طرف البروتوكولات التي بدورها يتم استخدامه من طرف الروتر المنزلي المتواجد في بيتك. عندما اقول بروتوكول فهو عبارة عن لغة، فمثلا اذا كنت اتحدث معك الان العربيه وانت تفهمني بالعربيه، فالاجهزه فيما بينها تتحدث فيما بينها عن طريق بروتوكولات او ما نسميه ببروتوكولات. والـ AS هو عباره عن نظام يتم استخدامه من طرف هذه البروتوكولات. هذا الـ AS هو كذلك يتم توزيعه على مجموعه من الشبكات الموزعه لخدمه الانترنت، وكل شبكه موزعه لخدمه الانترنت لديها AS خاص بها يدخل تحت إمرته مجموعة من عناوين الـ IP التي تتحكم فيها الشركة الموزعة لخدمة الإنترنت. عندما سيرغب موزع الخدمة من منعك من ولوج رابط موقع معين، فإنه سيضيف عنوان الـ IP الخاص بذلك الموقع إلى لائحة الـ IP هات التي يتحكم بها انطلاقاً من الـ AS. وعليه فالروتر كلما طلب عنوان الـ IP الخاص بذلك العنوان الذي كتبته، عوض أن يذهب إلى المسار أو يخرج من البلاد أو يخرج من بلدك إلى بلد الآخر الذي يوجد فيه المحتوى ذلك الموقع، سيتم فقط توجيهه إلى سيرفر آخر أو سيتم تغيير مساره إلى سيرفر آخر وإلى محتوى موقع آخر، المحتوى الذي تريد يعني الحكومة أن تظهره لك. فإما ستظهر صفحة هذا الموقع محظور، أو الموقع الذي تريد أن تدخل إليه هو يعني ممنوع، أو لن يظهر أي شيء، ستظهر فقط page not found. وهكذا ستقوم الشركة أو الحكومة بمنعك من ولوج ذلك الموقع، ولا يهم إذا كتبت www.facebook.com أو كتبت عنوان الـ IP، كذلك لا يهم إذا كنت تستخدم بروكسي. للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى من صميم القلب أن تكون قد استفدت واستطعت أن تشكل رؤية واضحة حول الطرق التي تستخدمها الحكومات من أجل حظر المواقع. أما أنا لم يبق لي إلا أن أضرب لك موعد في الحلقة المقبلة بإذن الله. رجاء لا تنسى في حالة إذا أعجبتك حلقة اليوم أن تنقر على زر لايك، أن تضع تعليق، أن تشاركني رأيك وكذلك استفساراتك. غير ذلك يمكنك كذلك متابعتي ومتابعة جديد مدونة المحترف فقط على الرابط www.teachyourprofessional.com. أراكم في حلقة مقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.